800 كيلو ذهاب وإياب، مشكلة يعاني منها من لديه موعد لرؤية الطبيب أو ورقة يحدثها أو تقرير طبي. هذا المشوار يسلك من يريد الذهاب للتأهيل الشامل من القريات لسكاكا. خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع نفتح هذا الموضوع. ذو الاحتياجات الخاصة في القريات بوابة الوطن من الشمال، إنهم فئة مهمة تدعمها الدولة ويتأخر برعايتها البعض، شريحة منسية تعاني الكثير من الهموم على مدى أعوام طويلة بسبب التجاهل والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. لا يطلبون المستحيل، إنما يتمنون وجود مركز للتأهيل الشامل يحتضنهم ويخفف من معاناتهم. أصحاب هذه المعاناة تحدثوا عن آلامهم بحزن وإحباط، وكانت ملامحهم تحكي قصة مأساتهم. ونحتاج مركز تأهيل شامل في القريات، لأن ما في عندي رعاية صحية ورعاية نفسية، ولاني يعني بالقريات ما في خدمات لنا أبد. يعني إحنا بحاجة، وإلى متى وحنا نطالب هالشيء هذا؟ كملنا فترة وحنا نطالبها، الحين هذا عمرهم فوق 18 سنة، هذا يمكن 25 وهذا 18 وهذا 16 سنة وحنا نعاني، وحنا بحاجة يعني بحاجة إلى الناس تهتم فينا. ما يقارب 3000 حالة مسجلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى مركز التنمية الاجتماعية بالقريات، وهناك ما يقارب 700 حالة تصنف ضمن نطاق الإعاقة الشديدة التي تستلزم وجود مركز قريب، وحيث أن أقرب مركز لخدمتهم يقع في مدينة سكاكا، مما يستلزم قطع مسافة 800 كيلو متر ذهابا وإياب. وشيلتي صعبة وعطتي صعبة، الحمد لله على كل شيء وراضين بقضاء الله وقدره، لكن كل معاملاتنا بسكاكا. لي 15 سنة وأنا أراجع منطقة الجوف من أجل مركز التأهيل الشامل، أقطع 400 ذهاب و400 إياب، وطبعا لازم أطلع قبل الموعد، إذا كان موعدي بكرة لازم أطلع قبلها بيوم. وأنا وقفوا راتبي علشان تقرير، ولا حصلت أحد يوديني غير مشوار روحة جاية. إن فيه ناس إنهم شايلين عيالهم وراحلين، كلهم العائلة كلها راحلة، صايرين مشان مركز التأهيل الشامل. عندي خيارين، يا إني أروح لأهل الطفل وأترك عيلة، أو إني أهمل الطفل وعلشان العيلة. أنا صرت في نارين. انتقلت عدسة الرصد إلى مدينة سكاكا، وتوجهت تحديدا إلى مركز التأهيل الشامل، هذا المبنى والذي يقع خلفي مباشرة والذي يشرف على علاج المرضى وغالبيتهم من أهالي القريات. التقينا بمدير المركز على أمل أن يطلعنا متى يرى مشروع افتتاح مركز تأهيل شامل في القريات بعد أن مضى عدة عقود ووعود على إنشائه، ليرفض بدوره الحديث عن هذه المعضلة ويوجه الإجابة عن سؤالنا إلى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، والذي بدوره أيضا رفض التصريح معللا بأنه ليس مخول بالحديث عن هذا الشأن. قيادتنا الرشيدة أولت القطاعات المهمة عناية خاصة ورصدت لها الميزانيات الضخمة حرصا منها على راحة مواطنيها، إلا أن هذه الفئة الغالية في القريات تقلصت أمامها الخيارات، وكثيرا ما يكون الحل واحدا ومكلفا. للراصد نايف الفندي، القريات. شكرا للزميل نايف الفندي على هذا التقرير، وأيضا معاناته في إيجاد صوت يعني لمسؤول في المنطقة للإجابة عن الأسئلة في هذا التقرير. احنا أيضا يمكن استشعرنا هذه المعاناة، تم التواصل مع وزارة العمل، للأسف الشديد لم نجد تواصل بكل تأكيد، لأنها كما شاهدنا في التقرير معاناة كبيرة. يعني مع معاناة الإعاقة أو العجز تأتي هذه المعاناة في بعد المسافة، بكل تأكيد أنه أمر مرهق على طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة في القريات. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من استوديوهاتنا في سكاكا الإعلامي الأستاذ إبراهيم العنزي. أستاذ إبراهيم مساء الخير، الله يحييك في الراصد. حياك الله أستاذ عبد الإله، أرحب فيك وأرحب بالسادة المشاهدين، وأتشرف أن أكون ضيف عبر برنامج
الراصد، هذا البرنامج الذي يرصد لنا معاناة واحتياجات المواطنين في المملكة العربية السعودية، ونشكركم على هذه اللفتة وتسليط الضوء. الله يحييك، احنا نشكرك يا بريم الأستاذ نايف الفندي. نعم. على هذا التقرير احنا نشكرك، ولازم نقول شهادة حق طبعا فيك انت من الإعلاميين النشيطين، وأيضا في مجال وتمكين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنشطة اللي تقوم بها، وحتى مساعدتنا في هذه الفقرة وأيضا إيجاد الحالات. نقول لك بيض الله وجهك، ونبغاك تتحدث عن المعاناة بالنسبة لأهل القريات. الله يجزاك خير أستاذ عبد الله، وشهادة افتخر فيها من إعلامي قدير أمثال أستاذ عبد الله. بالنسبة لي هذا واجب علي لأبناء محافظتي، محافظة القريات. أستاذ عبد الله والسادة المشاهدين، يعني أنا تشرفت أني كنت مع الزميل نايف الفندي أثناء إعداد هذا التقرير. أمانة يعني التقرير هذا عرض جزء بسيط من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الهمم. بكل أمانة هم نتعلم منهم الإرادة، نتعلم منهم العزيمة، نتعلم منهم الصبر. رأينا مناظر للأسف لم يتم عرضها نظر لخصوصيتهم، يعني معاناتهم ليست وليدة اللحظة، إنما نتكلم منذ سنوات طويلة وهم يعانون من عدم وجود مركز للتأهيل الشامل لمحافظة القريات. لو سمحت الأستاذ عبد الله دعني أتكلم عن محافظة القريات. محافظة القريات يقارب عدد سكانها 200,000 نسمة. ضمن إحصائيات رسمية سابقة يوجد عدد 6,000 حالة، منها 700 حالة مصنفة كحالات شديدي الإعاقة. طبعا أقرب مركز لنا للتأهيل الشامل اللي هو في مدينة سكاكا، والجميع يعلم أن تبعد مدينة سكاكا عن محافظة القريات 800 كيلو ذهابا ومرجعا، بل أن أخبرني أحد الزملاء أن غالبية النزلاء في مركز التأهيل في سكاكا هم من محافظة القريات. يعني عندما نتحدث عن هذه الأرقام، عندما نتحدث عن هذه المعاناة، هم يطالبون بحق من حقوقهم، ولا تأمرنا عزهم الله وأيدهم الله دعموا وقدموا جميع الإمكانات، ولكن يبقى السؤال هنا عائق للمسؤول. أتمنى أن يكون في أحد معنا من وزارة العمل، ما الذي وقف ويقف عائقا طيلة هذه السنوات، ومع الرغم من وجود هذه الأرقام الكبيرة وهذه المعاناة التي شاهدناها في التقرير، والله إنها ما تساوي جزء من معاناة. يعني الآن هذولا ظهروا بالتقرير، أقسم بالله أستاذ عبد الله والسادة المشاهدين إن في حالات أسوأ بكثير من هذه الحالات. طيب بريم، خاصة لسنة هذه المطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة نظر لخصوصياتها، وكيف كان التفاعل من الوزارة يا إبراهيم؟ حنا نسمع من المسؤولين أن محافظة القريات للأسف ما شفنا أي تفاعل. أنا أتكلم لا يوجد أي تفاعل. بالمناسبة قبل سنة قابلت وزير العمل والتنمية الاجتماعية أنا ذاك الدكتور علي الخفيص أثناء زيارته لمحافظة القريات، تحدثت معه ونقلت له معاناة أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات، وأن القريات بحاجة إلى مركز تأهيل شامل. أعطيته تقرير وأعطيته المطالب، وعدني ولم نرى شيئا. المسؤولين يقولون أن مركز، نعم أكمل إبراهيم، ماذا يقول المسؤولين؟ نعم أستاذ عبد الله، طبعا المسؤولين يقولون ان القريات هي رقم واحد على مستوى المملكه، يعني اول مركز تاهيل راح يكون لمحافظه القريات. شاهدنا مراكز تاهيل اخرى في مدن المملكه ولم ياتينا الدور، رغم الاعداد الفلكيه، الاعداد الكبيره من معاناتهم. دعني اضرب لك مثال استاذ عبد الله والساده المشاهدين، يعني في احد مناطق وطننا الغالي ومملكتنا الحبيبه يوجد 4 مراكز التاهيل الشامل. أحد المراكز لا يبعد سوى 60 أو 65 كيلومتر عن الآخر،
بينما نحن في محافظة القريات يعني نتكلم عن 800 كيلو ذهب ومرجع. ناهيك عن أن يخبرني أحد الزملاء أن هناك قائمة طويلة للانتظار، يعني حتى الناس ما تحصل لها أماكن في مراكز التأهيل. نحن محافظة القريات هذه مشكلة أخرى أستاذ بريم، مشكلة أخرى برجع لك فيها وبنتحدث عنها بشكل أوسع. بنرجع للمشكلة الأخرى، عدم أيضا استقبال هذا المركز اللي موجود في سكاكا بعيدا عن بعد المسافة، وهي مشكلتنا الرئيسية لعدم إيجاد مركز متخصص في القريات. لكن خلينا نسمع صوت المتضررين، وينضم إلينا هاتفيا من القريات الأستاذ نايف معاند وهو متضرر. نايف، جعلك ما تشوف الشر، ايش هو حجم الضرر من عدم وجود مركز تأهيل شامل في القريات بالنسبة لك؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يحييك. اسمح لي استاذ عبد الله، اولا اشكر القائمين على هذه القناة على اهتمام بمشاكل وهموم المواطنين، ونذكر غير نذكر انفسنا ونذكر غيرنا بمملكة بأن بمملكة الإنسانية ومملكة سلمان الحازم وولي عهد الأمير حفظهم الله. اللهم أخي، معاناتي عدة معاناة. معاناة صدمة بخبر وجود معاق، ومعاناة علاج بعدم وجود أي مكان يستقبل حالة ابني المعاق حركيا، ومعاناة التأهيل بعد المراكز التأهيل عن القريات. أقرب مركز لنا مركز سكاكا يبعد عنا 400 كيلو ذهابا و 400 إيابا، والمعاناة إذا رحنا للسكاكا يسبب لنا معاناة تشتت أسري، وهو البعد عن الأبناء، لأن التأهيل بالنسبة للابن يحتاج إلى مدة طويلة، مدة شهر إلى شهرين تأهيل، والطفل لازم يكون مع أمه أو أبوه، وهذا يسبب لنا تشتت في داخل الأسرة، ويسبب تشتت للأبناء نفسيا ودراسيا. بالطبع أخوي الأخ بريم وفوا كفة بما يعاني أهل القريات. بالنسبة لاستقبال الحالات، استقبلكم مركز سكاكا ولا في مشاكل وقوام انتظار وأن الطاقة الاستيعابية أقل من الحالات؟ أنا ابني بعد 6 شهور من ولادة لم يستقبل أي مستشفى أو مركز متخصص في المملكة. ليش؟ شو السبب؟ لأنه عمل عملية وقالوا يكتفي بالعملية بالقريات، مع العلم أن ابني يحتاج إلى تأهيل، ورفض جميع المراكز التأهيل. طبعا كتبت معاناتي في تويتر، استجاب لي احد الاشخاص جزاه الله خير وتم قبوله بمدينه الامير سلطان الانسانيه على حساب وزاره الصحه، وتنوم لمده شهر. يتنوم شهر كل 3 شهور يتنوم شهر، هذا يسبب لي ارهاق وتشتت نفسي واسري، لي انا واسري. بالطبع يعني الله يشفيه ويعافيه. اللهم كلمة أخيرة تفضل أستاذ نايف. والله كلمتي أخيرة، نطلب من المسؤولين، نطلب من المسؤولين يراعون معاناتنا، معاناتنا بأن لا يوجد مركز تأهيل شامل والمعاقين، المشكلة للمعاقين الأسرة هي التي تعاني أكثر من المعاق. المعاق عندي أنا يحتاج إلى تأهيل، ولا يوجد مركز تأهيل متخصص لحالة ابني. نتمنى المسؤولين أن يراعون هذا الشيء ويفتحوا لنا مركز تأهيل شامل بالقريات بإذن الله. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة من القريات نايف معاند، وهو متضرر ووالد لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. أعود إليك أستاذ بريم، وكنا نتكلم إضافة إلى بعد أقرب مركز تأهيل للقريات، أيضا هناك مشكلة في الاستقبال ومشكلة في قوائم الانتظار، فصل لنا فيها. نعم أستاذ عبد الله، الآن في عدد من الحالات يضطرون للذهاب إلى الأردن
للعلاج وللتأهيل الطبي. نتحدث عن أعداد كبيرة، نتحدث عن شتات أسرة، نتحدث عن تكبدهم عناء سفر، نتحدث عن تكاليف مادية باهظة، نتحدث أن هؤلاء استطاعوا الذهاب والعلاج في دولة الأردن، ولكن هناك حالات كثيرة ليس لديها القدرة المادية وليس لديها عائل يتكفل بها. الأستاذ نايف معاند ما شاء الله تبارك الله يعني متكفل بابنه وما قصر معه، ولكن هناك بعض ذوي الاحتياجات أصحاب الهمم ليس لديهم أي عائل، يعني تلقى عنده والدته كبيرة بالسن ولا تستطيع السفر به والذهاب به. يعني هناك حالات صراحة تستدعي تدخل عاجل لإنهاء هذه المعاناة. أستاذ عبد الله، يا أخي نستغرب أستاذ بريم أنه إلى الآن، يعني أنا أسألكم عن رد وزارة العمل أنه فعلا ما في إجابات، يعني ما في إجابات حتى تقريبية، إيش هي المشكلة، المعوقات، متى بيكون موجود هذا المركز؟ لأن أمانة كما استعرضت المشكلة معاناة كبيرة، يعني إذا طرحتوها على الوزارة بشكل مباشر ما تجدون إجابة شفافة وواضحة حول حال ذوي احتياجات الخاصة وما سيقدم لهم أيضا من خدمات؟ والله أستاذ عبد الله أنا لا أستطيع التصريح، تمنيت لو كان أحد يمثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليجيب على أسئلة. ما جاوبوا يا بريم، كلمناهم إحنا وقمنا بعملنا المهني، لأنه دائما إحنا نقول أن الصوت الواحد بكل تأكيد لا يكفي، وإحنا دائما نبغى نعمل بشكل مهني، نطلع صوت الوزارة عشان نبحث إلى أحل، وهذا هو عملنا في وسائل الإعلام. لكن للأسف هذا إحنا أيضا الاستفسار اللي نوجهه لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليش ما تتواصلون معنا؟ يعني أنا ماني فاهم، يعني هي خدمة أنتم تقدمونها وبالتالي في متضررين وأيضا حاجة كبيرة، ننتظر هذا الصوت، ننتظر هذه الإجابات حتى تظهر المشكلة من كافة الأطراف ويكون هناك أحل، لأنه هذا هو اللي نستهدفه. لأن نرجع ونقول ترى الدولة والله ما قصرت مع كل الوزارات من ضخ ميزانيات وأيضا من ضخ من تمكين أيضا للوزراء والمسؤولين لتقديم الخدمات لكافة المواطنين. أستاذ إبراهيم أخيرا أترك الكلمة لك، تفضل. أستاذ عبد الله الآن لا زال الأمل موجود بالرجل الأول في منطقة الجوف، سيدي صاحب سمو الملك الأمير نواف فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه، ومع رغم عدم وجود المسؤولين في وزارة العمل إلا أن الأمل يحدون، ما زال يحدون عبر برنامج الراصد، هذا البرنامج الإنساني، هذا البرنامج الذي ينشر جميع مطالب المواطنين. نقول لهم إخوانكم أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة ينتظرون منكم حلولا عاجلة لهذه المعاناة. أستاذ عبد الله بالمناسبة أنا أطلقت مبادرة قبل سنتين، هي مبادرة أصحاب الهمم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة محافظة القريات. هذه المبادرة هي سبب نشأة هذه المبادرة هو عدم وجود مركز تأهيل شامل محافظة القريات. وأمانة أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل وصاحب الأيادي البيضاء والداعم الأول لهذه المبادرة سيدي صاحب السمو الملك الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة الجوف الذي وقف معنا في هذا المركز وقدم الدعم لأصحاب الهمم، فتحية له. ونشكرك أستاذ عبد الله وشكرا للسادة المشاهدين. الشكر نسأل الله شكر لكم أن على تكون هذه الحلقة وهذا البرنامج سبب في بإذن أن الله. يرى مركز التأهيل الشامل النور قريبا من محافظة القريات إن شاء الله، وإحنا متفائلين بكل تأكيد لأنه إن شاء الله بإذن الله تصل كافة الخدمات، وننتظر إجابة وزارة العمل أو تفاعلها في حلقات قادمة مع هذا الموضوع تحديدا وبقية أيضا الخدمات أيضا لكافة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من استديوهاتنا في سكاكا الإعلامي بريم العنزي.